والذي نفسي بيده لا تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر أخيه فيتمرغ عليه ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. يقول ايه؟ وليس به الدين الا البلاء. يعني مش من تدينه وعايز يعني خلاص خايف الفتن، ما عندوش دين بس عشان البلاء نازل على دماغه يقول لا يا ريت انا كنت موت. يتمنى الموت. يتمنى الموت. سبحان الله. كفى بالمنايا ان تكون امانيه. صحيح. نريده مره ثانيه. مره ثانيه. يقول لك لن تذهب الدنيا والذي نفسي بيده، لن تذهب هذه الدنيا حتى يمر الرجل بقبر اخيه فيتمرغ عليه. تمرغ. نعم. من شده الالم. ويقول يا ليتني كنت صاحب هذا القبر. ليس من الدين، مش من التدين. نعم. لا، ولكن من البلاء. الله. هروبا من كثرة البلاء. هروب البلاء. مش عادر. يا ريت يعني يا رب خذني. الله يرضى عليك يا رب. ويصير الموت أمنية. ولذلك العباس لما دخل في مرض موته دخل الرسول عليه يواسيه يعني يعوده. قال ادعو الله لي يا ابن أخي. ادعو الله لي يا ابن أخي أن أموت. خلاص أنا كبرت في السن، أقعد أعمل إيه تاني؟ سبحان الله. قال يا عماه لا يتمنين أحدكم الموت لضر قد نزل به، بل قل اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وأمتني إن كان الموت خيرا لي. اللهم صل وسلم. لأن الخيرية عند الله مش عندك أنت، أنت لا تعرف. ربما تموت، استنى شوية يمكن فيها توبة. ها، أفضل العباد عند الله من طال عمره وحسن عمله، وأسوأ العباد عند الله من طال عمره وساء عمله. والعياذ بالله رب العالمين. هذه علامة من علامات الساعة. أن يتمنى الحي أن يكون مكان الميت. ليس من الدين ولكن من كثرة المصائب والابتلاءات. سبحان الله. نعم نعم. يعني ولكن هذا معناه أن الابتلاءات سوف تزداد. سوف تزداد الابتلاءات. نعم. ولا تطاق. قد لا يطيقها لأن إيمانه ضعيف. على المشكلة. الإيمان عندما يكون جهاز المناعة ضعيف أي فيروس ابتلائي يعني يدمر. يدمر. صحيح. لا يفتك به. نعم.